السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحن الآن في أحد مزارع الحمضيات في مدينة العلا، مزرعة سويلم الصعدي للحمضيات في مدينة العلا. هذه المزرعة تحوي أكثر من 3000 شجرة حمضيات، وأيضا ما يقارب 500 من أشجار النخيل. ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، ما شاء الله تبارك الله، اللهم بارك لهم. أخونا أبو حسان ما شاء الله عامل في المزرعة، قاعد يقطف البرتقال. إيش نوع البرتقال هذا؟ هذا اسمه أبو دمه. ما شاء الله تبارك الله، إن شاء الله يكون طعمه حلو. إن شاء الله ربك يسلمك. أنت ذوق وشوف. بإذن الله. إن شاء الله. تبارك الله. تساعدون في الخير موجود في حصد البرتقال. طبيعي ما شاء الله، يعني انا اسال الله سبحانه وتعالى ان يجزي صاحبها الخير في الدنيا والاخره. امين يا الله. والله يصور كثير. قال الحمد لله رقي الجيتار ولادي. هذه الحبه الاول صلاه يبارك لصاحبها ما شاء الله تبارك الله. عنده اللي قال اللهم بارك الله لكم، جزاكم الله خير، والله اجركم.